ورا بعض واقفين بالألوف عاملين صفوف متشبكين ومفرطين زي الحروف. فينا كل واحد خد له دور وفي الطابور عاقل ورا طايش وجنبه فيلسوف. أيامنا دور شطرنج عمال يتلعب ولا مننا بنغلب ولا احنا بنتغلب. أيامنا دور شطرنج عمال يتلعب ولا مننا بنغلب ولا احنا بنتغلب. مكسب خسارة نتيجة عمالة تتقلب طبيعي سنة الحياة ألف اتجاه وجهات نظر دغري ومشيها على عمى واحد رجع والتاني تاه ويا اللي تاه. شوف مين تفرق ومين ناوي تكمل معاه. مشهد مكرر بينا والظاهر قدم صح وغلط باطل بحق بيتصدم. في انا ولا حنان؟ حنان يا طارق. مالها حنان؟ ايه؟ انتوا فين دلوقتي؟ عمليات؟ هو ايه اللي حصل؟ انا مش مسؤول يا فندم عن اللي حصل، وبعدين انا ما اعتديتش على حد، انا اللي تم الاعتداء عليا. انا المجني عليه في الحكايه دي يا فندم مش الجاني. بعدين انا بهدلت وتهزقت. وحنان دي انا اصلا ما اعرفهاش، اللي زقتها نورهان مش انا. شكر الباشا ده حسابه تقل معايا قوي وانا مش هرحمه. تصفية الخلافات اللي بينك وبين شكر الباشا كانت لازم تبقى بعيدة عني. ذنبي ايه؟ ذنب انا ايه عشان افقد ابني؟ ذنبي ايه؟ قول لي انا ذنبي ايه؟ بقى مراتي انا اللي متهمة؟ ولا الافندي اللي قاعد ده اللي بيتشطر على اتنين ستات ويمد ايده عليهم؟ انت مش من حقك تغلط فيا ولا تهني، البلد دي فيها قانون. هو انت مش ضابط بوليس برضه ودارس القانون؟ قول لي يا شكر، هو سؤال بايخ يعني، هو
كنت داخل الحكايه دي يعني عن حب كده ولا مصلحه؟ طب ده سؤال يتسال يعني ومنك انت؟ مصلحه طبعا. ايه الغلطه؟ عرق الرجوله اللي نقح عليا بدل بوظ لي كل حاجه. عشان تعرف ان انا كان عندي بعد نظر اللي انا عملته. انا بأمنك يا دكتور سهى، انا عارف كويس قوي شكر الكلب ده ممكن يعمل لكم ايه. لا ملوش لازمه الموضوع ده عامل بيه. انا اعرف احمي نورهان وسهى وسيادتك كويس قوي. بعدين ما اعتقدش ان شكري يستجري يعمل اي حاجه، خصوصا بعد اللي عملته مع النهارده. وانا هو وانت اهو ما كنتش اخلي لك الضابط ده جوز الهاني يشيل لي الليله كلها ما بقاش انا برهان، برهان الحاوي كمان. يا ريت يا ريت يا برهان يا حاوي يا ريت. خليه يعرف بعد كده ما يحطش راسه براس اسياده. الجديد ان البيت الكئيب ده من ساعه ما انت جيتي فيه بقى في حياه تانيه. وانا بصراحه تعودت على وجودك جنبي. انا بصراحه برضو ما اقدرش انكر ان انا وانا قاعده معاك هنا حسيت قوي بالامان وكنت مبسوطه ومرتاحه. الغندور عنده حاجات كتير غاليه عليه، مزه مثلا انا شفتها معاه مره، علش شافها وعرف سكتها وباينه قوي انه غرقان في العسل اللي شوشته. مين هو بتاع؟ انت اتجننت؟ انت كنت فين الكام يوم اللي فاتوا دول؟ لا كنت في البيت ولا كنت في الشغل، كنت فين؟ وانت مال اهلك؟ هو ايه اللي مالي؟ مش اختي؟ اختك؟ دلوقتي افتكرت ان انا اختك؟ اما انت بجح صحيح، نسيت كل اللي انت عملته معايا؟ وانا كنت عملت لك ايه يعني؟ جرجرتني وراك، وعرفتني على الشله الهباب بتاعتك، وسلمتني بايدك لواحد واطي كان هيدمرني، كل ده عشان الشم والهباب اللي انت بتسفه. هو يعني كان غصب عنك؟ ما هو كان بمزاجك وكنتي مبسوطه، ولا هو حلال لسي فتحي وحرام على فريد؟ اخرس يا حيوان، شكلك الشم اللي عز دماغك، ما بقتش عارف انت بتقول ايه. هي حصلت تمد ايدك عليا يا كارما؟ ده جزات اني عايز اساعدك وخرجك بره مود الزفت اللي انت فيه ده. تساعدني ولا تضيعني؟ انت اللي هتضيعيني لو ما جيتيش معايا لفريد تعتذري له وتصالحيه. يا ابني انت اتجننت؟ عايز نروح اعتذر لفريد؟ بص يا حاتم، انا لغايه دلوقتي بتعامل معاك ان انت واحد مريض، وهنسيب كل الكلام الزفت اللي انت قلته من شويه، وهعرض عليك كمان ان انا اساعدك. هتساعديني ازاي بقى؟ اساعدك انك ترجع بني ادم، تتعالج، تخش مصحه للادمان، ترجع انسان طبيعي زي ما كنت الاول، عشان تخف وتبقى كويس وتخلص من الهباب اللي انت بتتعاطاه ده. المشكله مش مشكله هباب، فريد واخد عليا وصلات امانه، ولو ما جيتيش معايا يا كارما هيحبسني. وصلات امانه؟ اللي خلاك تكتب على نفسك وصلت امانه؟ اهو اللي حصل يا كارما، اللي حصل. بص يا حاتم، حكيت ان اروح للجدع اللي اسمه فريد ده تنساها تماما، لانه مش هيحصل. انت ايه يا اخي؟ ما عندكش احساس؟ عايز تبيع اختك؟ تبيع اختك عشان تنقذ نفسك؟ ويا ريتك بتنقذ نفسك، ده انت بتودي نفسك في داهيه اكتر واكتر. خلاص لو مش عايزه فريد وماشيه مع اللي اسمه فتحي ده، خليه هو بقى يرفع وصولات الأمانة ويجيبها لي من فريد، ويا دار ما دخلك شر، وأنا مسامح. مفيش فايدة. فاكر نبيع وشروة ها؟ تبيعني اللي يدفع أكتر لمزاجك الزفت. واطلع بره يا حاتم. اطلع بره، مش قادر أبص في خليتك. اسمعي يا بنت الناس، أنا مش هتحبس بسببك، قدامك حلين مالهمش تالت، يا تيجي معايا عند فريد يا تخلي سي فتحي بتاعك ده يرفع الفلوس اللي عليا، غير كده هقتلك يا كارما. هسيبك يومين تلاتة وارجع عليكي لقيتي حل، يا اما اجي الاقي ال 25,000 جنيه اللي فريد عايزهم مني، يا اما بالذوق بالعافية هتيجي معايا عند فريد وهتجيبي لي وصلات الأمانة بمعرفتك، وده آخر كلام عندي. تفتكر معتز هيعمل ايه مع حنان بعد اللي حصل؟ هيزعل شوية وبكرة يروح. صعبان عليا قوي حنان. وحماتها، حماتها دي ست صعبة قوي، دايما بتحرض معتز عليها. يا نورهان المشاكل العائلية دي واردة،
أنا مضايقني بقى كم الغل والحقد اللي اكتشفت إنه عنده معتز من ناحيتي. معلش يا حبيبي، ده ما يتحاسبش على تصرفاته دلوقتي، مش دريان، في حالة عصبية. أنا مش بتكلم على النهاردة يا نورهان، أنا بتكلم في العموم. مش قادر أحكم بقى، دي كانت لحظة غضب وهو ما كانش دريان بيقول إيه، ولا دي كانت لحظة خرج فيها كل اللي جواه. أنا مش فاهمة. مش مهم. المهم أنا عايزك بكرة الصبح تروحي لحنان تطمني عليها. الفترة اللي جاية هتبقى صعبة عليها وهي محتاجاكي جنبها. حاضر. أنا فعلا كنت ناوي أعمل كده. بس برضه عايز أسألك، هتعمل إيه في حكاية شكري؟ لا. شكري بعد اللي عملته ده مش هيستجري يقرب لك، ولو فكر يقرب لك برضه مش هسيبه. حبيبي أنا مش قلقانة على نفسي ولا خايفة. أنا بقيت خايفة عليك أنت. بعد اللي أنت عملته معاه في القسم هيتلكك. هيعمل أي حاجة. المهم إنه يضرك بأي شكل وفي شغلك. أعلى ما في خيله يركبه. وأنا فهمتهم في الشغل. إن اللي مسك في شكري في القسم ده مش طارق الرفاعي الظابط. ده راجل بيدافع عن كرامة مراته من راجل واطع اعتدى عليها. اللي عايز يفهم كده يفهم. اللي مش عايز يفهم يخبط دماغه في الحيط. بس هو قال حاجة يعني معرفش إذا كانت تهويش ولا بجد. حاجتين. قال إنه رافع قضية بضم سهى ليه. ضم سهى؟ طارق، أنا مش عارفة حياتي هيبقى شكلها إزاي لو خدها مني. أنا ممكن أموت. لا يا حبيبتي ما تخافيش. ما تخافيش. قضية من النوع ده بيبقى حملها طويلة قوي في المحكمة. وبعدين شاوي عبد العالم المحامي بتاع باباكي ممكن يخلصها. وحتى لو ما خلصهاش وحياتك عندي وحياة سهى عندي. طول ما انا عايش شكري ده مش هيطول سهى ابدا. ربنا يخليك ليا. يا رب ما تحرمش منك ولا انا ولا سهى. ربنا ما يحرمنيش منك يا حبيبتي. احلى اكرم بيه. منور يا اكرم بيه. الكباريه نور قوي قوي. اوعى تكون واخد على خاطرك مني من اللي حصل المره اللي فاتت. انا مسكت عطوه والرجاله مسحت بيهم الارض. بس انت غالي عليا. احلى ازازه ويسكي لاكرم بيه وكل اللي هو عايزه على حساب اللي لاقي. مفهوم؟ احلى ازازه لاكرم بيه يا ابو الكرم كله. انت عامل لي كرنفال ولا ايه يا برنس؟ مش عوايدك يعني؟ لا اللي اعتذر مني ليك. المكان مكانك يا اكرم بيه. وبعدين قشر كده انت بس. هتلاقينا كلنا حواليك وملك ايديك يا ملك مروح. اختفي. اعتبرني مش موجود. Thank you.
الورشه اللي بره ما حدش يدخل. اقرب. عامله ايه؟ انت ايه اللي جابك يا اكرم؟ مش كفايه اللي حصل المره اللي فاتت؟ ولولا اخوك وشويه القراديش اللي معاه جم وهددوا البرنس ما كنتش تقدر تهاوب هنا تاني. صدقي بدانا قلبي كان حاسس ان انت اللي ورا الحكايه دي. يا قلبه قلبك ده عديم الاحساس. انا لما عرفت اللي حصل لك شبطت في البرنس وكنت حاسب له المكان. احنا برضو يا اكرم بينا عيش وملح وعشره، والعشره ما تهونش غير على اولاد الحرام، وانا ما ارضلكش الاذيه. ما ترضليش الاذيه؟ امال اللي انت عملتيه فيا ده كان ايه؟ انت شايفاني اهبل يا ميرفت؟ لسه بتاكلي بعقلي حلاوه؟ لا حلاوه ولا بقلاوه، انا بقول لك على اللي حصل. عايز تصدق صدق، ما تصدقش انت حر. ولو قلت لك اني مستعد انسى وسامحك ونرجع لبعض تاني؟ نرجع لبعض تاني؟ احنا خلاص يا اكرم ما ننفعش لبعض. هنعاشر بعض بانهي وش؟ بوش كدبك عليا ولا وش خيانتي ليك؟ لا انت هتصفالي ولا انا هقدر اصدقك من تاني. أنا بحبك يا ميرفت لدرجة العشق. لما طلقتك ده كان غصب عني، مع إن المفروض كنت أقتلك أصلا، بس جوايا مش قابل حد تاني غيرك. للأسف دي الحقيقة. خلاص يا أكرم ما بقاش يجي منه. ولو قلتلك إني مش قادر أبعد عنك يبقى لازم تتعالج، عشان ده ما اسموش حب، كده يبقى مرض. عندك حق. طب انا مريض بيك يا ميرفت. كل مرض وليه علاج. قولي لي طيب اتعالج ازاي؟ لو يعني بتحسي. فكك مني بقى وخف رجلك عن هنا واحمد ربنا انه خلصك من واحده زيي. الزمن بينسي العفريت. الزمن بينسي العفريت. ماشي. أنا بقى هوريك شغل العفريت على أصوله. وهنطلك هنا كل يوم. وهنشوف أنا ولا أنت يا ميرفت. طيب. تأنس وتشرف زيك زي أي زبون. ولو تحب تفتح وجرسك ما عنديش مانع. غلطت ان انا عرفت واحده عالمه زيك، لكن والله ما هسيبك واخلي ايام الجحيم غور. ربنا ياخدك. مدام حنان من فضلك. مدام حنان خرجت من شويه. خرجت؟ ايوه. خرجت ازاي يعني؟ الدكتور كتب لها على خروج وجوزك خدها. طيب شكرا. تحت امرك. تحت امرك. صباح الخير يا حبيبتي. صباح النور يا ماما. في موضوع كده كنت عايزه اكلمك فيه. ايه خير؟ الفلوس اللي انا سبتها لك خلصت، عايزه فلوس تاني؟ لا يا حبيبتي الموضوع مش كده خالص. امال ايه؟ قولي لي بسرعه بس عشان انا متاخره على شغلي. أبوكي. اشمعنى؟ شكله كده رجع لعقله وعايز يشوفنا. يا سلام، بعد السنين اللي فاتت دي كلها أول ما افتكر. وبعدين أنت مين اللي قالك الكلام ده؟ اتصل بخالك وقال له إنه كان مسافر ورجع من مدة ونفسه يشوفك. ده بعينه هو فاكر نفسه إن إحنا تحت أمره؟ زمان يرمينا بمزاجه دلوقتي يرجع لنا بمزاجه؟ يا ريت تبلغي خالي يقول له ان احنا خلاص
شلناه من حساباتنا نهائي. ولا أقولك خليه ولا يعبره، وهو برضو نرد له جزء من جماله زي زمان ما مشي ومعبرناش بعد السنين دي كلها. وقفليلي بقى على الكلام الفارغ ده، لأن أنا عندي شغل وأظن إن شغلي أهم. يا رانيا بس اسمعيني يا حبيبتي، عايزه اقول لك بس خلاص يعني خلاص يا ماما، مش عايزه اتكلم في الموضوع ده تاني. طب هقول لك حاجه، اسمعيني يا بنتي، مهما عمل هو ابوكي ادي لنفسك فرصه تشوفيه وتسمعيه، وبعدين ابقى اعملي اللي انت عايزاه. انت يا ماما اللي بتقولي الكلام ده بعد كل اللي عمله فينا؟ انا ابويا ده اصلا مش فاكره شكله. انت عارفه انا بعمل ايه علشان اعيش انا وانت كويس؟ انت عارفه انا بعرض نفسي ليه عشان اعمل مستقبلي ومستقبلك، وفي الاخر جايه تقولي لي ابوكي؟ ده راجل مستهتر ما عندوش ريحه المسؤوليه، رمى مراته وبنته وهرب. اوعى تجيبي لي السيره دي تاني، والا هبعد عنك واعيش لوحدي، ومش عايزه اعرف حد، ومش عايزه اسمع كلام تاني في الموضوع ده. لسه تعبانه؟ لا بس دوخه كده على خفيف، بس الحمد لله انا احسن كتير. طب انا مش قلت لك تشوفي حد من قرايبك تروحي ترتاحي عنده؟ اصل هم ما يعرفوش اللي حصل لي، وبعدين انا مش عايزه اتعب حد معايا، غير كده انا ما برتاحش غير في بيتي. انا هسيبك ترتاحي في بيتي لغايه ما تشدي حيلك، وبعد كده هيبقى في بينا كلام تاني. انت بتقول يا معتز؟ أنا مش فاهمة حاجة. أظن كلامي واضح، أنا مخنوق ومش قادر أقعد. طالما أنت مصممة إنك تقعدي في بيتي هنا، فأنا هعمل بأصلي وهسيبك تقعدي، وبعد كده هشوف نسوي اللي بينا إزاي. ليه كده يا معتز؟ أنا ماليش ذنب في اللي حصل، وبعدين دي إرادة ربنا، وأكيد ربنا هيعوض علينا. بس بقى مش عايز أسمع الكلام ده. أنت بتضحكي عليا ولا بتضحكي على نفسك؟ معتز اهدى، بلاش تضيع كل حاجة حلوة بينا لحظة غضب. دي مش لحظة غضب، دي لحظة فوقان. أنا استحملت سنين طويلة وعشرتك بالمعروف، كنت بتمنى من ربنا إنه يرزقني بولد. يقوم لما ربنا يرزقنا نهمل، نبقى نمردة ما نستاهلش اللي احنا فيه. وانا ما اقدرش اعيش مع واحده ست برعيتش ربنا في ابني. انت شايفني كده؟ بعد الحب الكبير اللي بينا، بعد العشره الطويله دي، شايفني كده؟ للاسف هي دي الحقيقه اللي فضلت مغمض عنها سنين طويله، لكن دلوقتي فتحت عينيا. انت من اللحظه دي يا حنان مش على ذمتي، انت طالق. البيت بيتك، تقدري تاخدي اللي انت عايزاه، وانا هشوف لحته تانيه بات فيها. لا ما تشحططش نفسك، أوعدك إنك أول ما تيجي النهارده مش هتلاقيني. براحتك. Ha ha ha!
الو. لا يا ما، لا ابدا، شويه مشاكل بس. لا لا لا، مش هروح الشغل دلوقتي. هو انت فين؟ طيب ممكن اشوفك في الكافيه؟ لا لا لا، مسافه السكه واكون عندك. يلا مع السلامه. بس عشان خاطري اكيد معتز اتجنن. طلاق؟ توصل للطلاق؟ لا لا، ده اكيد مش في وعيه. هو معذور يا نورهان، حاجه كان مستنيها بقالها سنين، واول ما حلمه بدا يتحقق راح منه في غمضه عين. هيعمل ايه يا الله يجازي اللي كان السبب. هو يعني كان بايدك؟ ده كده اتصرف معاكي بخسه ونداله. كان على الاقل يستنى لحد ما تبقي كويسه شويه. خلاص ملوش لزوم الكلام ده دلوقتي يا نورهان. وانت هتعملي ايه دلوقتي؟ هروح اقعد عند عمي كام يوم كده لغايه ما معتز يهدى ويفكر كده مع نفسه، وانا متاكده ان شاء الله ان دي ساعه شيطان وهتعدي. وانا متاكده ان هو اول ما يهدى ويقعد يفكر مع نفسه هيرجعلي يا نورهان. صح؟ اكيد هيرجعلي. صح؟ لازم يرجعلك. واحده بقلبك اللي مفيش منه، تفتكري في ممكن راجل يخسرها؟ اكيد هيبقى هو الخسران. اكيد اكيد هتبقى ساعه شيطان. اكيد. دي اراده ربنا يا معتز. اهدى انت بس كده وروق. انت بتقولي ايه يا مها؟ انا كنت بحلم ان انا يبقى عندي ولد، يقوم لما ده يحصل تيجي الهاني من المستهتره تضيع كل ده في لحظه، وبعدين تيجي انت تطلبي مني ان انا اهدى. بصراحة كده يا معتز ومن غير زعل، أنا حاسة إن أنت مظلوم قوي مع الست اللي أنت متجوزها دي. دي مش عارفة قيمتك خالص. وبعدين مين عارف، مش يمكن يكون ربنا سبب الأسباب وده حصل عشان تعرف بقى تخلص من قرفها وتفوق لنفسك ولشغلك ولحياتك. معاك حق يا ما، أنا فضلت صابر فترة طويلة قوي على البيت وعلى الشغل، بس لأ، جه الوقت بقى اللي لازم كل ده يتغير. هيتغير بإذن الله يا معتز، واللي جاي هيبقى أحسن. يا رب يا ما، يا رب اللي جاي يبقى احسن. هيبقى احسن يا معتز، صدقني هيبقى احسن. الا بالحق، ما عرفتش ان طارق امبارح اتهجم على شكري في القسم وكان عايز يضربه، والمحامي برهان بتاعه كان قدم فيه شكوى في الوزاره. ايه ده، المعلومات دي بجد؟ عيب، دي من بق الاسد بنفسه شكري الباشا والمحامي بتاعه برهان. ومن بكره بقى انا هنزل سلسله مواضيع هتقلب الدنيا فوق دماغ سي طارق ده. احسن خليه يشرب. الباشا اللي عامل لي قلبه طيب قوي اهو، ما قدرش يستحمل قصاد موقف حصل لمراته. دي زمان المديريه دلوقتي مقلوبه على الاخر. سبق وحذرتك 100 مره، كنت فاكرك اعقل من كده. خلطت العام بالخاص ونسيت ان انت راجل قانون مش بلطجي. يا فندم، اللي اتخانق مع شكري ده ما كانش ضابط بوليس، ده راجل كان بيدافع عن كرامه مراته. كلامك ملوش اي قيمه عند المسؤولين في الوزاره. معالي الوزير كلمني وكان منفعل جدا، قال لي الموضوع ده لازم ينتهي دلوقتي حالا. تنتهي ازاي يا فندم؟ للاسف يا طارق، مطلوب ابعادك نهائيا عن القضيه. ابعادي عن القضيه؟ ازاي يا سليمان بيه؟ انا القضيه دي خياطه في ايدي من اول يوم، وابعادي عنها بالشكل ده اهانه ليا وللجهاز نفسه. بعدين انا مش شايف سيادتك ايه دخل خناقتي مع شكري الباشا بالقضيه من اساسه. انت نسيت يا حضرة الضابط ان شكري الباشا كان طرف من اطراف القضية، وكان متهم بالتحريض على اقتحام المجموعة بتاعت حماك وسرد شيكات من هناك. وريت الموضوع كده وبس، ده الموضوع كبر قوي. هو في ايه اكتر من الابعاد يا باشا؟ طبعا، معالي الوزير طلب نقلك، تروح اي ادارة تانية، السياحة، الجوازات، المرور، اي ادارة تانية وخلاص. يا سليمان بيه، انا ضابط مباحث، هعيش واموت ضابط مباحث، ما اقدرش اشتغل اي حاجه تانيه. للاسف يا طارق، دي اوامر الوزير، وزي ما قلت لك الدنيا والعه في الوزاره والموج عالي، يعني لازم نطاطي لغايه ما الحكايه تهدى. نطاطي ازاي يا باشا؟ تقدم على اجازه بدون مرتب لغايه ما تتنقل وتستلم شغلك الجديد. سيبني بقى احاول ارجعك شغلك القديم تاني. لو على ايه اجازه يا باشا ونستنى شغل جديد وقديم؟
انا هريحكم مني خالص واقدم استقالتي طالما ساعدتكم شايفين ان انا مش كفء للمكان اللي انا فيه. تاني يا طارق بتاخد قرارات برضو انت عصبي. انا اسف يا سليمان بيه، استقالتي هتكون على مكتب سيادتك في خلال ده بعد اذنك. يا طارق ايه حكايه الاشاعه اللي ماليه المديريه دي؟ دي مش اشاعه شريف، دي حقيقه. يعني يا فندم سيادتك هتقدم استقالتك فعلا؟ استقالت ايه؟ من فضلك يا شريف تقدمها للواء سليمان. يا فندم استقاله ايه وبتاع ايه دلوقتي؟ يا طارق ايه اهدى اهدى وكل حاجه هترجع احسن من الاول. يا فندم حضرتك ما ينفعش تستقيل، انت احسن واكفأ ظابط عندنا هنا في المديريه، ده كفايه ان حضرتك استاذي. هو نفع يا شريف واستغنوا عني خلاص، ملوش لازمه الكلام دلوقتي. انا عايزكم تبقوا عارفين ان انا فخور ان انا اشتغلت معاكم انتوا الاثنين بجد، وانا باكد لكم انتوا ان شاء الله هتبقوا حاجه مهمه جدا في الاداره دي. معلش بقى اذا كان ظروف الشغل فرقتنا عن بعض، فطبعا يا ريت تبقوا على اتصال وتطمنوني عليكم. يا فندم مفيش حد غير سيادتك يقدر يكمل القضيه اللي في ايدينا دي ويقفلها. خلاص يا سارة قلنا الكلام ده ملوش لازمة، من فضلك روحوا على مكتبكم وشوفوا شغلكم. يا طارق بيه احنا ما ينفعش نستنى. شريف شريف من فضلك نفذ آخر أمر بقولهولك، روح شوف شغلك يا سيادة الضابط ومعاك زميلتك وتسيب الاستقالة للواء سليمان في طريقك. اتفضلي. اتفضلي. والله يا مها انا مش عارف من غير وجودك جنبي كنت هعمل ايه. وجودك جنبي خفف عني حاجات كتير قوي. اوعى تقول كده يا معتز، انا هفضل دايما جنبك وعمري ما هسيبك، بس انت بس تشاور او حتى من غير ما تشاور. ده الباشا الكبير. باشا تمام عليك يا فندم. لا يا فندم سيادتك عارف ان انا في اجازه. نعم طارق. لا يا فندم حالا مسافة السكة هكون عند سعادتك. مع السلامة يا فندم. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة يا فندم. خير يا معتز في ايه؟ طارق قدم استقالته وسليمان باشا عايزني في مكتبه حالا. مش قلت لك ان اللي جاي هيبقى احسن؟ قصدك ايه يعني؟ قصدي انها واضحة زي الشمس وانها اخيرا هي جت لغاية عندك. هما يعني هلاقوا اكفأ منك فين عشان يحل المكان المنفوخ على الفاضي ده. يعني انا مكان طارق؟ وهو انت اقل منه؟ اه اخيرا بقى ابتدت احلامك تتحقق اهو، واللي كنت بتتمناه ابتدى يحصل، وان شاء الله هيكون في نقله كبيره قوي في حياتك وفي شغلك. يا رب يا مها يا رب.
منهي وخلصان وفيه الكسبان وفيه الخسران بس الموازين مقلوب على طول والبني ادمين مش بالمعدول داخلين في رمان منهي وخلصان فيه الكسبان وفيه الخسران بس الموازين مقلوب على طول والبني ادمين مش لقين جوكر